منذ وفاة السلطان نور الدين محمود والصراع يزداد بين أمراء الشام، وهذا ما يريده الفرنج الذين يتربصون ببلاد المسلمين. لابد أن نتوحد جميعا، مصر والشام والعراق، حتى نتمكن من طرد الصليبيين من بلادنا. الحمد لله، لقد تم توحيد بلاد الشام وتم إعداد الجند وتدريبهم أحسن تدريب. إن الجنود تملأهم روح الجهاد والثقة في نصر الله. لقد تصالح الصليبيون حينما علموا بخروجنا إليهم وأزالوا كل خلاف بينهم. إذن سيضم جيشهم أكثر من 60,000 مقاتل، في حين أن عددنا لا يزيد على 12,000. لكن الله معنا. لماذا جئتم إلى بلادنا؟ ماذا فعلنا بكم حتى تقتلوا أبناءنا؟ ها أنتم قد لقيتم جزاءكم وانتصرنا عليكم في هطين، ونستطيع الآن أن نقضي عليكم جميعا. لكن ديننا يأمرنا أن نحسن معاملتكم، وعلى الرغم مما فعلتموه بالمسلمين من مذابح فإننا سنعاملكم كأسرى كما يأمرنا ديننا. لقد توافد الناس إلينا من كل مكان حينما علموا بعزمنا على فتح القدس، وقد تسابق العلماء والصالحون إلى المشاركة في الجهاد. الحمد لله، الحمد لله على نعمه علينا. بعد انتصارنا على الصليبيين في حطين تهاوت المدن والقلاع الصليبية، فاستسلمت قلعة طبرية، وسقطت عكا ونابلس ويافا وبيروت، وأصبحت الطريق ممهدة لفتح بيت المقدس. إن استرداد بيت المقدس ليس أمرا سهلا، فقد تجمع فيه جميع الصليبيين الذين فروا من حطين. إذا تمكنا من إحداث ثغرة في هذا السور فسيصبح من السهل علينا دخول المدينة. لن يستغرق الأمر وقتا كبيرا حتى يتمكن جنودنا من هدم جزء من السور. إن قادة الصليبيين في بيت المقدس يريدون الصلح ويرجون أن يعفو السلطان عنهم. أوافق، ولكن بشروط. أولها أن تتركوا بيت المقدس، وأن تدفعوا فدية من الأموال التي استوليتم عليها من أصحاب البلاد. هذا يوم مشهود عز أن يجود الزمان بمثله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند العزيز الحكيم.